بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان هذا اللقاء الذي أعادني الذكريات منذ مدة طويلة، فلقد كان إخواننا هنا جماعة هذا المسجد عندهم مناسبات كثيرة وكنت أحضر أحيانا معهم، وهذه الذكريات كلها متعلقة بحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنها نعمة عظيمة حينما يجتمع الصالحون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الإخوة إن جماعة هذا المسجد وأهل الحي خاصة لهم مكانة خاصة عندي لما أعرفه عنهم من حب الخير والصلاة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتربية أبنائهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن حديثي إليكم هو عن شهر الصيام، شهر الغفران، شهر الرحمة. هذا الشهر العظيم يتكرر كل سنة وكلكم محيط به والحمد لله، لكن هي مشاركة مني لإخواني حسب رغبة إخواني في المكتب التعاوني هنا في المبرز، طلبوا مني أن أشاركهم في هذا البرنامج وهو برنامج التوعية أيها الإخوة، إننا في هذه الحياة الدنيا أمام سوقين، السوق الأول هو سوق ثانية والسوق الثاني هو سوق باقية. يسعى إليه الكبير والصغير والذكر والأنثى، بل يتقاتلون عنده. ما هو هذا السوق؟ إنه سوق قصير الوقت وينتهي ويزول، إنه سوق هذه الدنيا. أما السوق الباقي وهو سوق الآخرة، وللآخرة خير وأبقى. هذا السوق هو الذي رواده قليل وما آمن معه إلا قليل، لذلك أحببت أن أشارك، أن أتذاكر وأنا وإياكم في البحث عن هذا السوق، ألا وهو سوق الآخرة. وندخل عن هذا السوق عن طريق سبع نقاط أحببت أن أعرج عليها. أما الأولى فهي رمضان طريق إلى الجنة، الأمر الآخر وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، الأمر الثالث ماذا أعددت لرمضان، الرابع مشاريع رمضانية،
أما الخامس وهو البيت المسلم في رمضان. أما النقطة السادسة وهو أطفالنا في رمضان. النقطة الأخيرة وهي نصائح أو تنبيهات. أما النقطة الأولى وهي أن رمضان طريق إلى الجنة، فهذه معلوم يتكرر في الخطب وفي المواعظ وفي وسائل الإعلام، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتذكر ونذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. فأول دليل على هذا ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. انظروا إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشهر العظيم، فيه ثلاث خصال: فتحت أبواب الجنة لكثرة الداخلين وأهل الخير، وفي المقابل أيضا أغلقت أبواب النار لأن أهل الخير والصلاح يضعف عندهم جانب الشر. الأمر الثالث وهو المحيط وصفدت الشياطين، أي حبست فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. الأمر الثاني الدليل على أن رمضان طريق للجنة أنه سبب لغفران الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثالث أن الله يباعد وجهه من النار 70 خريفا، هذا في الصيام المعتاد الصيام التطوع، فكيف إذا كان فريضة؟ انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يباعد عن وجهه من النار 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. الأمر الرابع وهو أن أجر الصائم ليس له حدا محدد، بعض الحسنات بعض الأعمال الصالحة لها أجر وقدر محدد. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة، وهكذا بعض الطاعات، لكن الصيام بين الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن له ليس له حدا محدد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. فتفضل الله سبحانه وتعالى بأنه جعل الصيام أجره عند الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يمكن أن يتصور الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الرحيم الأمر الخامس أن الصائم أو الصوام عامة لهم باب محدد، ولا لا؟ ما اسمه؟ باب الريان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني مخصص هذا الباب فقط للصائمين، وهذا يدل على فضل الصوم وخاصة صوم رمضان. السادس أن دعوة الصائم لا ترد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر
الصائم حتى يفطر. السابع وهي معروفة لديكم ودائما تسمعونها، وهي أن فيه ليلة القدر التي قال الله عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من الأدلة على أن الصيام هو طريق للجنة أن الصوم جنة. كيف جنة؟ يستجن به العبد من النار كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يدخل الجنة، فعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. ماذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: عليك بالصوم لا مثيل له، يعني فهو طريق من طرق الجنة. أيضا تعرفون كما مر علينا في الحديث أن الصائم يوفى أجره بغير حساب، كما أن للصائم فرحتان في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أثر الصيام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصيام هو واسطة وشافع. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يعني هم الواسطة والذين ينفعونك يوم القيامة. أيضا يحاجون، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. يعني المسوق هو الصيام فهو يشفع عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا الصيام كفارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذه أيها الإخوة بعض الأدلة التي تبين لنا وتثبت أن الصيام وخاصة وصيام رمضان أنه هو الطريق المؤدي إلى الجنة. إذا أردت أن تبحث عن طرق الجنة فها هو الصيام، صيام رمضان، فادخل من هذا الباب. هذه الفقرة الأولى. أما النقطة الثانية وهي مع الرسول في رمضان صلى الله عليه وسلم، أولا لماذا نتحدث عن هذا العنوان؟ أسباب كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. معقول في ناس ما يبغون الجنة؟ نعم، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإشكال فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا نحتاج أيها الإخوة جميعا إلى أن نبحث عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام، يعني كيف كان يصوم، كيف كان يفطر، ما هي الأشياء التي يتجنبها، ما هي الأعمال التي يقوم بها. هذه موجودة في كتب السنة مفصلة، لكن أحببت أن استعرض بعضها باختصار. أولا
أول ما بدأ به الوحي متى؟ أول ما بدأ به الوحي هو في رمضان، وتعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة يذهب إلى وين؟ إلى غار حراء يتعبد ويتحنث، حتى وذلك في رمضان، حتى جاءه الوحي في رمضان وهو في الغار. فنزول القرآن ونزول الوحي كله في رمضان، لذلك الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو يدلنا على عظمة هذا الشهر أنه أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر، بل أمرنا بالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة. لذلك من الخطأ ما نلحظه من بعض الناس أنه يزهد عن السحور ويترك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه تسحر وأمرنا بالسحور، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. أيضا في المقابل أيضا الإسراع في الفطر، تناول الفطور قبل الصلاة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر قبل أن يصلي. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يفطر على التمر، فمن يريد هدي النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يفعل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عليه الصلاة والسلام له أحوال في السفر، كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يفطر، وخاصة في فتح مكة كان عليه الصلاة والسلام أفطر أيضا. من الأمور المهمة في هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان كان يجتهد ما لا يجتهد في غيرها، بل كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله، يعني في العشر الأواخر، وكان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابي كان يجتهد ما لا يجتهد في غيره، يعني بقية السنة ينام عليه الصلاة والسلام ويرتاح، لكنه في العشر الأواخر كان يحييها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر وغيرها من الأعمال الصالحة. أيضا مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهو الاعتكاف في رمضان، بل من حرصه عليه الصلاة والسلام فإنه اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في الوسطى العشر، ثم استقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام متى؟ في العشر الأخير، وحث أمته على اغتنام الاعتكاف في هذا، بل إنه عليه الصلاة والسلام من حرصه على الاعتكاف في أحد السنوات ترك الاعتكاف لظرف طارئ مع قصته مع زوجاته لعلها مشهورة عندكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضاها متى؟ بعد رمضان في شوال، فإن هديه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الاعتكاف. هذه كما قلت لمحات من هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهي كثيرة ومعروفة ومشتهرة في كتب السنة. لو رجعنا إلى أي كتاب من كتب السنة لوجدنا يعني هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان واضح. النقطة الثالثة وهي ماذا أعددنا لرمضان؟
رأيكم الشباب؟ جبن الشوربة ولا ما يحتاج ها؟ ولا لا توصي حريص؟ الإشكال في مجتمعنا أو في المجتمع المسلم إذا أقبل رمضان يبدأ الاهتمام بما يتعلق بالمأكولات والمشروبات. لو ذهبنا إلى المحلات الكبيرة أو الصغيرة لوجدنا مهيئين كل ما يتعلق برمضان من المأكولات والمشروبات، هذا شيء مباح ولا حرج، لكن لماذا ينصب عمل الناس كله على توفير المطاعم والمشارب وينسون أمرا آخر وهو المهم، وهو متعلق بما قلنا سابقا وهي البحث عن السوق الآخرة. لا شك أن متع الدنيا لا حرج أن يمتع الإنسان نفسه وأهله وجيرانه، لكنه يترك الأمر الثاني وهي البحث عن الباقية والسوق الأخرى وهي الباقية، هذا من الخطأ. لذلك أيها الإخوة، في هذا الشهر العظيم يعني شهر رمضان بشرى لمن أدركه، فليحمد الله سبحانه وتعالى العبد إذا وصل رمضان وأدركه، إنها نعمة عظيمة يحتاج إلى شكر، ومن شكرها الاستعداد والتهيؤ لها. لذلك كان الصالحون يدعون الله سبحانه وتعالى زمانا طويلا أن يأتي رمضان، حتى ورد في بعض الأثار أن السنة يقسمونها قسمين، يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر يبلغهم رمضان، فإذا انتهى رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر ليش؟ أن يتقبل منهم، وهذا يدلنا على اهتمام العظيم. يعني هم إيش؟ يعدون الأيام والساعات والدقائق لأجل أن يدركوا هذا الفضل، لكن بخلاف كثير من الناس أنه صار شهر المطاعم وأنواعها والمشروبات. فهنا أول ما نحتاج نعده هو النية والعزيمة الصادقة أن نقدمها بين يدي رمضان بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخلاص أن تقصد بعبادتك وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصدق العبادة هي يحصل بها الأجر العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشرط عليه الصلاة والسلام في حصول الأجر شرطان: الشرط الأول هو الاحتساب إيمانا، الشرط الأول هو الإيمان، الشرط الثاني هو الاحتساب وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مما يحتاج أن نعده في قدوم رمضان هو محاسبة النفس، محاسبة صادقة: ماذا عملنا سابقا، ما الأشياء التي حصل فيها تقصير، أيضا المحذورات والمنهيات التي ارتكبها المسلم عليه أن يحاسب نفسه، وهذه من أسباب قبول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهي لا تجعل أيام رمضان كأيامك المعتادة. يعني كثيرا من الناس عمل رمضان وغيره سواء، حتى قراءة القرآن، الصدقة، وهذا من الخطأ. ينبغي أن يكون رمضان أن يتميز عن غيره،
بل كما يقول بعضهم أن يكون غرة رمضان، أنه غرة الأشهر، غرة الأيام، يكون هو متميز بعبادة، يتميز العبد بقربه من الله سبحانه وتعالى، بعبادته، بتطوعه، بصلة رحمه، كل عمل صالح يكون متميزا عن غيره. الأمر الرابع: هل أعددت نفسك لتكون من المعتقين من النار؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لله عند كل فطر عتقاء. فهل أنت مشتاق إلى أن تكون من هؤلاء؟ لا شك الجواب، كلكم يجاوب نعم، لكن نحتاج إلى أن الإنسان يعد نفسه حتى يكون معتقا من النار، لأن كما قلنا أن يحتاج أن يكون هذا الشهر متميز عن غيره من العبادات، من الأخلاق، من السلوك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لديكم، أو بين النبي ليس الهدف معنى الحديث من الصيام هو الجوع والعطش، ولا لا؟ لأنه سبحانه وتعالى غني عن عباده، لكن المقصود أنه يظهر أثر العبادة عليك أيها المسلم. أما النقطة الرابعة فهي مشاريع رمضانية، وذكرت بعضها لأنها متيسرة وكل إنسان يستطيع أن يقوم بها، لأن أعمال رمضان كثيرة جدا، لكني ذكرت الأشياء التي دائما نمارسها وسهلة، كل بيت بل كل إنسان يستطيع يمارسها. أولا: المساهمة في إفطار الصائمين. كلكم يعرف الأجر العظيم الذي جاء في السنة: من فطر صائما فله مثل أجره. الأمر الثاني: الحرص على الصف الأول وشهود الأذان وتكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني فرصة لك أيها المسلم أن تغير من سلوكك ومن طريقتك مع الصلاة، في شعبان، في رجب، في محرم يتهاون الإنسان ويقصر أو ينشغل بالأكل أو الشرب أو النوم، لا، هنا ينبغي أن يكون رمضان مشروعك الأساسي هو الحرص والتقدم إلى الصلاة من حين الأذان. بل إن أمكن، يعني شهدت الأذان وأنت في المسجد كما كان هدي كثير من السلف فهو أذان. الأمر الثالث وهو تعويد النفس على الجلوس في المسجد قبل الصلاة، بعد الصلاة، وخاصة أيها الإخوة صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر كثير من المسلمين الآن كما نقول عساه يصلي الفجر، بل أن صلاة الفجر وهذا الإشكال تقدم عن غيرها من الأوقات، يقول حتى الناس يبي ينامون ولا لا؟ إنه من السنة أن الإنسان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المشروع الرابع وهو اغتنام أوقات استجابة الدعاء. يمر عليك أيها المسلم الصائم وقتين مهمان، وهو وقت السحر، الوقت الثاني متى؟ عند الإفطار. هذان الوقتان ينشغل عنهما كثير من الصائمين والناس عموما،
لماذا؟ إما مشغول بالأكل أو الشرب أو المزح أو، وهذا من الخطأ. عليك أن تغتنم هذين الوقتين بالدعاء آخر الليل لما يوافق السحر، السحور يوافق آخر الليل الذي هو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا ويقول سبحانه وتعالى وينادي عباده بثلاث أمور: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من في الثالث نعم من يستغفرني فأغفر له. يعني في آخر يعني الليل كل ليلة كما ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله فينادي عباده بهذه الأمور الثلاثة: الدعاء، الاستغفار، السؤال. فعليك أيها الأخ المسلم أن تحرص على استغلال هذا الوقت وهو وقت السحر. وكذلك الفطر كما مر علينا أن للصائم عند فطره دعوة لا تغلق. المشروع الخامس وهو العمرة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المشاريع المهمة وهي الإكثار من قراءة القرآن، وينبغي أن يكون الإنسان المسلم ورد في رمضان كثير. قد كان السلف يختمون كل سبعة أيام، يعني بمعدل كم في اليوم؟ أحسن، يعني فلا أقل من الإنسان يقرأ ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء يوميا، وخاصة للشباب لأنهم الحمد لله في إجازة، فعليهم أن يستغلوا هذه النعمة وهي الإجازة في الإكثار من قراءة القرآن. الأمر السابع وهي اقتداء هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر علينا وهو الاعتكاف. فهذه السنة غفل عنها كثير من الناس. قد مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليها، بل جلس في المدينة 10 سنوات كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، ولما توفي أيضا استمر أصحابه وخاصة زوجاته في الاعتكاف. وقلنا أيضا لما لم يتمكن من 11 سنوات قضاها. أيضا من المشاريع وهو المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وكذلك سائر الأحوال، دخول البيت، دخول المسجد ونحو ذلك. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وهو من المشاريع المهمة في رمضان وهو بر الوالدين. إن بر الوالدين هو من أعظم الطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى قرنه بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ومن البر هو الإفطار معهما. إن من البر هو خدمتهم. فعليك أيها المسلم المبارك أن تستغل رمضان في زيادة برك بوالدك معنى وحسا وواقعا. أيضا من المشاريع المهمة وهي صلاة التراويح، صلاة القيام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يساعد على القيام هو حضور الصلاة مع الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تجلس مع الإمام، تصلي مع الإمام ساعة وأقل، يكتب لك كأنك قمت الليلة
كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الصلاة مع المسلمين جماعة. يستغرق أكثر الأئمة صلاتهم ساعة وأقل، فلو قامها الإنسان إيماناً واحتساباً مع الإمام حسبت له كأنه قام من أول الليل حتى آخره. أيضا مما نذكر به وهو الحرص أو المبادرة لصلاة الجمعة في رمضان، إن من الأشياء التي يؤسف لها هو تأخر الناس عن الحضور إلى الجوامع في رمضان وفي غيرها، لكنه يتأكد التذكير في رمضان، لأن أغلب الناس إما يكون نائما أو متساهلا، فعليك أيها المسلم أن تستغل رمضان في الحرص على الحضور إلى الجمعة مبكرا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني فضل ذلك المبادرة والحضور إلى الجمعة مبكرا حتى يحصل له الأجر. أخيرا أيضا من المشاريع المهمة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاجتهاد في العشر الأواخر وإحيائها بالصلاة والذكر والطاعة، لأن فيها ليلة القدر كما ثبت ذلك بلا حديث. هذه أهم المشاريع اليسيرة السهلة اللي قلت لكم أنه في متناول كل واحد منها، الصغير والكبير والرجل والأنثى، وهذه كلها يسيرة لا تستوجب منك يعني سفرا، ولا تستوجب منك أيضا بذل مال، إنما هو التفرغ والحرص على ذلك. أما النقطة الخامسة وهو أمر مهم قصر فيه كثير من الناس، وهو حالنا في بيوتنا في رمضان. ما حالنا في بيوتنا في رمضان؟ إن المتأمل في بيوت كثير من المسلمين يرى العجب العجاب في تقصير في هذا الشهر الفاضل وهذه الأيام المعدودة. نذكر الأشياء التي ينبغي أن تحيا في هذا البيوت. أولا العلم أو الفقه في أحكام الصيام. كثير من الرجال وكثير من النساء يقعون في أخطاء كثيرة في الصيام، السبب هو عدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا مسؤولية الأب ومسؤولية الأم ومسؤولية يعني الشاب الصالح أن يفقه أهل بيته في أحكام الصيام. يقعون في مفطرات كثيرة ويقعون في محرمات بسبب تقصيرنا نحن الأب أو الأم أو الأخ أو المستقيم في هذا البيت أنه قصر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردت أن تحصل على الخيرية فكن متفقها وفقيها لأهل بيتك، سواء كنت الأب أو الإبن أو الأم. ووسائل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى أيضا العلم سهلة ميسرة. لو ذهبنا إلى أي مكتبة أو أي محلات تسجيل لوجدنا فيها وصفا كاملا لصوم النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام، بل لو التفتنا إلى
هذا الدولاب اللي عند الإمام المسجد وجدت فيه رسائل وكتب كلها تبين لنا فضل الصيام، أحكام الصيام، المفطرات، الآداب وغير ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على هذا الجانب، وهو أن نتفقه ونفقه غيرنا في هذا الأمر. الأمر الثاني مما ينبغي أن يحيى في البيوت وهي تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يحرص أن يقرأ القرآن في وين؟ في المسجد، لكن في البيت هل يقرأون؟ قليل. لذلك كان السلف يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل بسبب قراءة القرآن وتلاوته. فإن القرآن هو أمره عظيم، وهو كما قال تعالى يهدي التي هي أقوى. وهذا الشهر يعني رمضان هو شهر القرآن، فعلينا أن نحيي بيوتنا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولو وضع له الإنسان برنامج له ولأهل بيته لكان أحسن وأفضل، إما قراءة يعني تلاوة عادية أو حفظ أو نحو ذلك من الأشياء التي تحيى بها هذه السنة العظيمة وهي تلاوة كتاب الله في البيوت. الأمر الثالث وهو إحياء البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن البيوت تحيا بذكر الله كما أن القلوب تحيا بذلك، كذلك البيوت. لذلك الشيطان يبتعد عن البيوت التي فيها ذكر الله، يقرأ فيها القرآن. وذكر الله عام، يدخل فيه القرآن، الاستغفار، الذكر، التسبيح، يعني الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها الأخ المبارك أن تستغل هذا الموسم العظيم، وأن تبعد الشياطين من بيتك وتقرب الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر ومجالس الخير. الأمر الخامس وهو أكثر ما يتعلق بالنساء، وهو البيت والمطبخ. كثير من نسائنا تهدر وقتا طويلا في المطبخ ولا لا؟ بعضهم من حين تصلي الظهر حتى الفطور تجدها مشغولة في المطبخ. إن إهدار هذا الوقت الثمين وهذا الوقت الطويل في المطبخ يعتبر خطأ وإهمال وتقصير. لكن يتلافى بأمور: أولا بأن المسلم أو المسلمة تستحضر النية حينما تعد هذا الطعام لزوجها ولأبنائها وبناتها، إذا استحضرت النية الصالحة في إعداد هذه ما يتعلق بالصوام فلها أجر عظيم، سواء في الفطور أو في السحور. الأمر الثاني أثناء ممارسة هذه العمل عليها أن تذكر الله، أن تسمع الشيء المفيد سواء عن طريق الجهاز الراديو أو التلفزيون أو التسجيل أو غيرها من الأشياء. يعني من الخطأ أنها طوال هذه الساعات أنها لا تسمع ذكر الله أو لا تذكر الله. أيضا مما يؤكد عليه المطبخ في رمضان عدم الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف وهو مجاوزة الحد يعتبر محرم، وهو من وسائل الشيطان ومن أيضا من طرقه على الإنسان، هو حثه
أو إغراءه بالإسراف. لذلك تلحظ كثيرا من بيوتنا أنه بعد رمضان يخرجون أشياء كثيرة ولا لا، انتهى صلاحيتها. السبب أن أتينا بأكثر من لازم هذا عند الشراء التجهيز، فكيف بأيضا موائدنا بعد الفطور؟ نجد أيضا يعني كثيرا من الأطعمة إما أنها ترمى أو ما يستفاد منها. الله أخواني رجالا ونساء بالاقتصاد وعدم الإسراف واستغلال يعني هذا الوقت في ما ينفع. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأمر الرابع وهو مهم، ما موقفنا مع وسائل الإعلام؟ إن هناك هجوما عجيبا في رمضان، بل إن كثيرا من البرامج السيئة يستغلها أعداؤنا ويهيئونها لرمضان. السبب هو صرفنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فما هو موقفك أيها الأخ المسلم من وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المسموعة أو الأجهزة الحديثة؟ إن عليك أن تتأدب ولا تسرف وتبتعد عن المحرمات سواء المشاهد أو المسموع أو المرئي. الأمر الثاني التخفيف، يعني تجد الشاب مع الجوال أو غيرها من الآلات وهو في المسجد ولا لا، وجالس في المسجد يترك القرآن يتابع أشياء لا تنفعه بل قد تضره، وهذا أيها الأخوة يحتاج أن نبتعد. لذلك من كثرتها الآن خاصة في المسجد ما تدري هو يقرأ من الجوال أو أنه يتابع الأخبار أو يتابع يتصفح، فهذا من الخطأ أيها الأخوة. إننا نحتاج أن نسترشد ونرشد غيرنا ونقف موقفا حازما مع يعني مع هذه التقنية، وأن نسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس وهو يتعلق بالرجال والنساء، فالرجال مطالبون أن يصلوا يعني صلاة القيام أو ما سمى بالتراويح، أن يحرصوا أن يصلوا في المساجد. أما المرأة فالأفضل أن تصلي في بيتها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فالأفضل لنسائنا أن تصلي في البيت، لكن إذا رغبت في المسجد فلا تمنع، وخاصة لتعرف من نفسها أنها ما يمكن تقوم يعني تقوم بصلاة القيام على أحسن وجه، إما بانشغالها بأولادها أو بوسائل الإعلام وغيرها. لكن على المسلمة أيضا إذا حضرت لصلاة القيام عليها أن تتأدب بالآداب الشرعية، ومن أبرزها هو الستر، أن تستر جسمها ومن ذلك وجهها، وأن تبتعد عن الملابس الممنوعة شرعا، إما لضيقها أو لأنها تكشف شيئا من العورة. الأمر الثاني أنها لا تخرج لا متعطرة ولا متطيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المسلمة عن ذلك. أيضا حين قدومها إذا كانت بالسيارة عليها ألا تخلو بالأجنبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعلى المسلمة أن تبتعد عن أن تذهب لوحدها مع رجل أجنبي. أيضا مما ينبه عليه وهو
اصطحاب الأطفال وخاصة الصغار، فإنهم يشوشون على الأم نفسها وعلى من حولها، بل أحيانا على جماعة المسجد كلهم من الصراخ ومن الإزعاج. بل تتقي الله المرأة المسلمة والرجل ابتعاد هؤلاء الذين لا يعقلون من الصغار الذين يشوشون على المصلين. يعني هذه أبرز الأشياء المتعلقة في صلاة المرأة في البيت. أيضا مما يذكر به جميعا وهو مجالسنا في رمضان، نجلس في البيوت طويلا ويجتمع الرجال أو الشباب وكذلك النساء، فما هي مجالسنا في رمضان؟ أكثر المجالس كلها فيما لا ينفع، بل قد يأثم النساء من الغيبة والنميمة والشتم، أو تضيعها في لعب الورق أو مشاهدة أشياء محرمة. فالإنسان أن تكون مجالسه صالحة نافعة. فهذه أغلب ما يتعلق في البيوت في رمضان. أما النقطة الثالثة وهي مهمة أيضا، وهي أطفالنا في رمضان. أطفالنا في رمضان، إن وجود الأطفال نعمة عظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أبرز النعم هي وجود الأولاد. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، بل هي نعمة عظيمة أن يرزق الإنسان بأبناء وبنات. فهذه النعمة العظيمة من شكر الله سبحانه وتعالى أن نسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما هو الموقف الشرعي من هؤلاء الأطفال سواء ذكورا أو إناثا؟ إنما ينبغي التنبه له، وهو أولا التهيئة النفسية للطفل قبل أن يأتي رمضان. كيف يعني؟ يشوق أنه سيقدم شهر عظيم فضيل، يعني خليه يتهيأ نفسيا حتى يكون عنده حب وحرص ويتطلع لهذا القادم وهو شهر الفضيل. يعني سواء من أحد القصص يقص أو بأي طريق يعني يفهم هذا الطفل. الأمر الثاني وهي تدريبهم على الصيام، فإن السلف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصومون أولادهم، بل قالت أحدى الصحابيات كنا نعطيهم اللعب حتى يتلهوا بها، حتى إذا جاء الدليل أنهم كانوا صغار يعني ما يدرك يعني، فكانوا يشغلونهم باللعب حتى تغرب الشمس. الأمر الثالث مما يتعلق بالأطفال وهو تذكيرهم بآداب الصلاة وآداب المساجد. كما قلت سابقا أن حتى بعض الأطفال الذين مطالب بأنهم يصلون تجدهم يضحكون ويلعبون، وهذا من ينبغي يعني ملاحظة ذلك. أيضا فيما يتعلق بالأطفال وهي تربيتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وتأدبا. أيضا مما يتعلق بالأطفال في رمضان وهو تعويدهم على الصدقة. الصدقة سواء الجار أو البعيد أو القريب، أنه يعودون على الصدقة حتى يعتاد. أيضا يعودون على إشراك في إفطار الصائمين وتعاون
توزيع ما يحتاجه الفقراء ونحو ذلك. هذه بعض الأشياء التي يعني ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالأطفال، لكن على المسلم أن يربيهم التربية التي تنفعهم وتنفع أمتهم. أما النقطة الأخيرة وهي السابعة، وهي تحوي ما سبق ذكره جميعا، أيها الأخ المبارك، أولا احرص على أن يكون هذا الشهر نقطة محاسبة وتقويم لأعمالك السابقة، يعني كما أن التجار وغيرهم لهم وقت محدد يحاسبون ويراجعون، فهنا عليك أن يكون رمضان هو نقطة محاسبة ومعرفة ما سبق وأيضا تهيؤ للمستقبل. أيضا الأمر الثاني وهو الحرص على المحافظة على صلاة القيام كما مر علينا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيضا مما نذكر به هو الحذر من الإسراف في المال، وكذلك إضاعة الأوقات فيما لا ينفع. الرابع هو عقد العزم على الاستمرار بعد رمضان. نجد كثيرا من الناس إذا دخل رمضان ينشط في أداء العبادات، في الصلاة، في القيام، في قراءة القرآن، لكنه بعد رمضان يفتر، بل بعضهم يهجر كثيرا من الأعمال الصالحة، يهجر قراءة القرآن، يهجر النوافل الطاعات من الصلاة والصدقة. لكن عليك أيها المسلم أن تعقد العزم أنك تواصل في فعل الطاعات. الأمر الخامس وهي اعتبر بما مضى من الزمان وتتابع الأحوال، وهكذا العمر. هذه السنة اجتمع معنا أشخاص وأشخاص، وسافر وانتقل ومات وارتد، فعليك أن تعتبر بمضي الأيام والزمان وتتابع وتغير الأحوال. الأمر السادس وهو مهم، أن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل، عكسه بعض الناس يعتبره شهر نوم وكسل، وهذا من الأخطاء التي ترتكب كثيرا. سابعا، عود لسانك على دوام الذكر ولا تكن من الذين يذكرون الله إلا قليلا. ثامنا، عند شعورك بالجوع أو العطش تذكر أنك ضعيف ولا تستغني عن هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الشراب، نعمة الطعام، وخاصة في فصل الصيف وأيام الحرارة على الإنسان يتذكر يعني هذه النعمة العظيمة وأنه حرم منها هذا الوقت، فكيف بمن فقدها من إخواننا إما بسبب الفقر أو بسبب عدم وجود، فتذكر أنك في نعمة عظيمة. أيضا هي فرصة لمن كانوا يرتكبون بعض المحظورات من التدخين أو نحو ذلك أنهم يقلعون في هذا الشهر عن هذه المحرمات. اعلم أيها المسلم أن العمل أمانة فحاسب نفسك. كثير من الموظفين في رمضان تجده يتساهل في عمله ويدعي أنه صائم، وهذا من الخطأ. ينبغي أن يكون رمضان مجال لزيادة العمل وزيادة الاجتهاد لأنك في عبادة. سارع أيها المسلم
في طلب العفو ممن ظلمته، سواء زميلك في المدرسة أو جارك، فإنها فرصة عظيمة حينما تكون النفوس مقبلة على الله سبحانه وتعالى. احرص على تفطير الصائمين كما جاء في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره. اعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويقبل التوبة عن التائبين، وهو سبحانه شديد العقاب، يمهل ولا يهمل. كل بني آدم خطاء، لكنك إذا فعلت معصية فتب إلى الله سبحانه وتعالى، واحمد الله على أن الله سترك. لكن اعلم أنه إنذار من الله سبحانه وتعالى لك لتتوب، فسارع وعد إلى ربك، وعقد العزم على عدم العودة بهذا المنكر أو هذه المعصية. أيضا مما نذكر به، يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التروي عن النفس، سواء في الماكل أو المشارب أو السفر، ولكن له أمد وله حدود. احرص على استزادة من معرفة ما تقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا متيسر، وهو مجال للتدبر ومعرفة ما يحتاجه الإنسان عند ذلك. أيضا مما يذكر به الكبار والصغار، وهو الابتعاد عن جلساء السوء، والحرص على مجالسة الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى أمر أفضل الخلق وهو محمد عليه الصلاة والسلام بمجالسته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. بل إن الله سبحانه وتعالى بين حتى في مجال الدعوة، فأمر الله سبحانه وتعالى أن نبيه حتى الأعمى يلقي له بالا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فالجليس الصالح له أثر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا نسيت ذكرت، وإذا غفلت كذلك، وإذا عملت عملا شجعك، وإذا ارتكبت محذورا بين لك. وفي المقابل جليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرقك، يحرق ثيابك، أو أن تجد منه رائحة خبيثة. من السنة هي متابعة الإمام، بل قال عليه النبي، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحث أمته على ذلك: وأقول مثل ما يقول. ثم سلوا الوسيلة، ثم سلوا الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سأل لي وسيلة حلت له شفاعته، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة أن السامع أنه يتابع المؤذن. الأمر الثاني هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث وهو الدعاء، وهو معروف لديكم: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. فإذا قاله الإنسان يعني بعد سماعه للأذان، يرجى أنه يحصل له ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل لي وسيلة حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى ما قلنا، وهو تذكير ببعض ما مر علينا وتركيز عليها، وهو الحرص على مجالسة الصالحين والابتعاد عن رفقاء السوء. وهذا أيها الإخوة يشمل الرجال والنساء والشباب والشياب. يعني بعض الناس يظن أنه فقط، يعني هذا منصب على الشباب، بل
قد يكون الكبار في السن يضيعون أوقاتهم ويجلسون مع أشخاص يعني فيهم سوء يعني يؤثرون عليهم أكثر مما يؤثر الشباب على الشباب. الأمر 18 وهو من الوسائل التي ينبغي الاهتمام بها وهي الاعتياد على التبكير إلى المساجد، وأن يكون أيضا بشوق وحرص وأنس بالعبادة ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فإذا عود الإنسان نفسه خلال شهر رمضان على التبكير للمسجد وجد أنه بعد رمضان من الأمور السهلة. أيضا الحرص على توجيه من حولك، سواء من أولادك، من إخوانك، من أصدقائك، من زملائك، لأنهم يأخذون منك ويقبلون منك أكثر مما يقبلون من غيرك. فاحرص على أن تستغل رمضان في تنبيه يعني هؤلاء. الأمر 20 لا تكثر من أصناف الطعام وخاصة في وجبة الإفطار، لأن كثيرا من الناس في وجبة الإفطار يكثر منها، فهذا يضر أولا صحته وأيضا يفوت عليه أمرا عظيما من الصلاة وغيرها. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه وهو التقليل من الذهاب إلى الأسواق، سواء في ليالي رمضان وخصوصا في آخر الشهر، ينشغل بعض الشباب إلى الذهاب إلى البحث عن يعني إما ثياب أو غتر أو غيرها أو حذاء أو نحو ذلك، فهذا من الخطأ أنه يوميا يتردد على السوق ويترك يعني أمرا عظيما. لكن عليه أن يستعد قبل رمضان أو يكون زيارته وقتا محددا وقليلا. اعلم أيها المسلم أن هذا الشهر المبارك ضيف راحل، فأحسن ضيافته، فما أسرع ما تذكره إذا ولى. فعلا أيام معدودات كما قال سبحانه وتعالى، فما أن يدخل الشهر إلا ويقول الناس قد انتصر، ثم يقولون بعد ذلك دخلت العشر الأواخر، ثم نفاجأ أنه انتهى. فهذا العمر، فعليك أيها المسلم أن تحرص وأن تذكر أن هي أيام معدودة، فاحرص على استغلالها. أيضا مما ينبه عليه وهو استغلال ليلة القدر، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، لكن عليك أن تستن بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الاجتهاد في العشر الأواخر كلها في كل لياليها، فإنه عليه الصلاة والسلام أحيا كل هذه الليالي، وكان يجلس ويتفرغ في المسجد يتحرى ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر ليلة واحدة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا اعلم أيها الأخ المسلم أن يوم العيد هو يوم شكر للرب سبحانه وتعالى، فلا تجعله يوما انطلاق مما حبست فيه في هذا الشهر. إن يعني الفرح بيوم العيد هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لكنها ليس المقصود هي الفرح والتخلص مما كان يعمله المسلم، إنما هو شكر لله سبحانه وتعالى على أن وفقت إلى صيام رمضان وقمته وأديت العبادات. أيضا مما ينبغي التنبه له وهو وتذكر وأنت
في هذا الشهر في نعمة عظيمة من أمن وإيمان وتوفر المطاعم والمشارب. تذكر إخوانك في البلاد من حولنا من الذين لا يأمنون على أنفسهم ولا أموالهم ولا أولادهم، وبعضهم لا يجد ما يقوت نفسه أو أولاده، فتذكر أن نعمة الله سبحانه وتعالى عليك عظيمة. وفي المقابل أيضا تذكر أيام فرح العيد بحال الأيتام وكذلك الأرامل ونحوهم. أيضا احذر أيها الأخ المسلم المبارك من الإفطار في رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من أفطر يوم في رمضان لم يقضه لو صام الدهر كله، يعني فرمضان حرمته عظيمة وينبغي الحذر وعدم التساهل. قد يتساهل الناس في إما في تأخير السحور أو يأكلون بعد يعني دخول وقت دخول الوقت، أو كذلك يتساهلون في أثناء الصيام من الغيبة أو النميمة أو الدخول في بعض المفطرات والمنهيات الحسية والمعنوية. فعليك أن تحافظ على صيامك وأن يكون نقطة تحول. هذه أهم النقاط التي أحببت أن أشارك ونتذاكر أنا وأخواني فيها، وهي كما قلت معروفة لكثير منكم، لكن المقصود هو التذكير والمذاكرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبله منا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وصحبه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.